ما ينفعش نبقى في جاردن سيتي وما نجيش نقعد مع رضا وسلامة. مين رضا وسلامة؟ ده قصة حب وكفاح برعاية نجوم الزمن الجميل. رضا سلامة منورنا في أهالينا. أهلا وسهلا حضرتك. نبدأ بقى ladies first، سيدات أولا. فضل. رضا عرفينا بنفسك. أنا اسمي رضا فرغالي، من يعني أنا عشت في جاردن سيتي أكتر من 30 سنة تقريبا عمري كله، وابتدت قصتي يعني أعرف سلامة، كنا هنا في دكتور شغال اسمه دكتور فايز، وبدأت قصة الحب من هنا. أنا كنت في أولى تمريض، وبعدين هو بيقول لي أنت اللي جاي تشتغلي جديد، قلت له جاي تشتغلي جديد إيه؟ فابتدت بقى قصة الحب من هنا وابتدينا بقى نتعرف. لا ثانية واحدة، ارجع لي اليوم الأسانسير. أنا كنت نازل في الأسانسير. كنت أصلا في العمارة بتعمل إيه؟ أنا شغال مع الدكتور فايز، جيت سنة 98 شهر 10 ولسه بقالناش اسبوع كده، وبعدين جاي نازل من الاسانسير، كانت هي لسه جايه تشتغل. بقول لها انت جايه تشتغلي عندنا؟ تقول لي عندكم انت مين؟ قلت لها انا شغال مع الدكتور فايز. قالت لي لا انا جاي اشتغل عند الدكتور فايز. تمام. بس ما محبه الا بعد عداوه. بعد ايه اللي لفت نظرك فيها في اول مقابله؟ بس انا كنت رفيعه على فكره. كنت كده. وانت زي القمر حتى لو ايه؟ ربنا يسعدك يا رب، ربنا يحفظك. كنت قلبها. وبعدين لا احنا لسه لحقنا، ده انتوا لطشتوا يعني بعض. كان في اهتمام منها، يعني الايام اللي بعديها كان في اهتمام كده. لا اسمع، تليفونات هي تتاخر. انا قلق عليها لما تكون جايه الشيفت مثلا، مسؤول عنها على اساس ان انا يعني عايزه تيجي تحضر بسرعه. عايز اشوفها. احكي لي بقى بعد يوم الاسانسير ايه اللي لفت نظرك في سلامه؟ هو اجمل حاجه فيه ان هو راجل صعيدي جد جدا، ملتزم، محترم جدا، حاجات كتير قوي حلوه فيه. وبعدين كان في سيم بينا، يعني هو كان مقيم عند الدكتور فايز بيشتغل شغله اقامه، فكنت لما ناديله اصفر. بتصفري له يا رضا؟ صفرتي له؟ يعني ما كانش في موبايلات بقى زمان، او لو كانت في كانت هتبقى غاليه، قليله قوي. فاصفر يبص انزل بقى عايزين نتكلم. فكانت حياه حلوه يعني. طيب مين فيكم اللي قال للتاني الاول بحبك؟ هي قالت لي، يعني مش هي قالت لي، كنا جايبين اكل من باب اللو. كان في سوق هناك باب اللو فراخ وكده، وكنا عاملين اكله. فعملنا الاكله دي فكله تعب، فانا كانت في غير المستشفى دي في عياده نفس الدكتور في الشواربي في وسط البلد، فكنت بروح له عاده. لما كنت اكل كنت لازم اشرب كوبايه شاي وراها على طول بسرعه يعني. فطبعا هما كلهم متسمموا، فانا طبعا عشان بشرب شاي والمعده لسه بتاعتي بقى قويه جايبنا صوان. انت ما حصلكش حاجه؟ يبقى انت اللي سميتهم. انت ازاي؟ ما حصلكش حاجه؟ قلت لهم لا ما حصلليش حاجه. طب ازاي احنا كلنا عملنا ريسل ونرجع ومش عارف ايه؟ قلت لهم لا ما حصلليش حاجه. فمن ساعتها بقى الاهتمام بقى الحب من اول اكله بالتسمم.